كلاس جديد. مثل ما تعرفون هني اوريدي اري ليست عندي اياه، فما اقدر اسميه نفس الاسم، فدايما في الكتب والهاي والدكتور سموه كي دبليو اري ليست. ليش بالضبط هالاسم صراحة ما اعرف، حتى في الكتاب ما حطوا السبب. فخلنا نروح على اساس ان هاي ستاندر او شيء كذي، ولكن ما بيفرق، ما بتستخدمه في الحياة الواقعية لانه اوريدي اري ليست موجود. وفي حال في لغة برمجية مو موجودة نفس السي بلاس بلاس اعتقد مو موجود فيها، فوقت اللي بتصنعون الكلاس بنفسكم بتسمونه اري ليست، فالتسمية هاي لا تشغلكم. زين، خلنا نفكر اول شيء ان شنو الداتا اللي نحتاجها علشان نصمم الاري ليست. خلنا نفكر نرجع حق الرسمة اللي رسمناها في البداية. زين، شنو قلنا نحتاج هني؟ نحتاج حق سايز، صار اسمه غير سايز وكاباسيتي، صح؟ يعني اول المنتين اثنين اللي نحتاجهم هو سايز وكاباسيتي، تمام؟ فبنكتب كله بيكون private طبعا integer a private integer size و private integer capacity، تمام؟ هاي اهم integer اهم variable عندي يا في ال array list. بنحتاج size و capacity وبعد شنو اكيد array. زين، ال array شنو بيكون نوعيته؟ هاي اللي بنتكلم عنه، ولكن نحتاج array مهما كان ال هاي نحتاج array. خلا مؤقتا نحط integer بس عشان الفكرة بعدين نغير. بنقول له مثلا private integer the data هالاري مالي. لو تلاحظوا انا ما كتبت الكاباسيتي وما كملت الهاي، لان ليش؟ انا ابي اتحكم فيه، ان انا ابي اخليله كاباسيتي مثل ما اشوف، وهاي بيكون عن طريق الكونستراكتر. زين، فخلينا نكتب الكونستراكتر. بيكون public. زين، بيكون عندي كونستراكترين اثنين. شلون عرفت؟ إذا رجعنا حق هني array list، زين، بعدين قلنا له array list فاضية ما فيها شيء، فمفترض هني شنو؟ ال capacity يتحدد كديفولت مثلا 10 20 اللي هو، تمام؟ وعلشان نعرف ان الديفولت كم حطوه في الاري الاصلي، فشنو نسوي؟ نضغط كنترول ونضغط على الكلاس نفسه ونضرب كليك ونطالع الكود ان شلون سووه. زين، في اكواد زياده بنتكلم عنها ان شاء الله، يعني الاشياء المهمه والهاي، ولكن حاليا نبي نعرف زين ان كم الديفولت خلالي؟ خلالي 10، تمام؟ يعني في الكونستراكتر وقت اللي اسوي ما اكتب شيء في الكونستراكتر يعطيني شنو؟ ديفولت كونستراكتر زين 10. وشنو خلاها؟ خلاها فاينل، يعني شنو؟ القيمه ثابته. زين، وخلاها ستاتيك عشان ما تكون مربوطه في اوبجكت. زين، فخلينا ناخذ كوبي السطر ونخليه في وين؟ في الفاريبل مالتنا. يعني عندنا ديفولت كونستراكتر ديفولت كاباسيتي. زين، خلينا نكتب الكونستراكتور public kw array list، افتح قوس، ما في شيء داخل القوس. الحين شنو بنكتب؟ عندنا شغلتين وايد مهمين. خلنا نشوف الاري في اول ما نسوي، يعني في هالمرحلة عقب ما نكتب الكود، مفترض شنو كم يكون السايز وشنو يكون داخل الاري. خلى علشان نعرف بنكتب هني زين list dot size زين system dot out
list dot to string. هلا شغل البرنامج. إذا شفتوا زيرو وما في شيء يعني الأري بيكون شكله بالضبط كذي فاضي. زين في كاباسيتي 10، خلينا كاباسيتي 10 ولكن فاضي. زين فبنروح هني، فعرفنا من هالاوتبوت ان شنو لازم نحط، نحط السايز ايكوال 0. تمام. الحين بقى شنو نحط الداتا. زين the data equal مفترض لان انتجر هني بنكتب له نيو انتجر. زين ونفتح القوس ونخلي هني شنو ديفولت. على فكرة هني يسوون حركة حلوة. زين من مكان يكتبون هني ديفولت كاباسيتي، يسوون شيء حلو انه شنو ما يخلون الكاباسيتي تكون فاضية. روحوا هني يكتبون capacity equal default capacity. زين وهني يكتبون capacity بس. تمام. فما يخلونها فاضي. زين الحين انا تعمدت اخلي الكود انتجر عشان تشوفون الاري شلون اقدر احوله. اول شغله علشان الكلاس مالي يكون جنريتك، ومثل ما تلاحظون في التوتوريال شنو قاعد يقول لي، قاعد يقول لي write a generic class call kw array list. زين فشلون اسوي جنريتك؟ اول خطوه ان اروح احط لي علامه الانجل، فاحط لي علامه الانجل براكت. زين وعقب اخلي اي حرف ابغي. زين هم حطوا اي بس ولكن مو شرط يكون اي. الحين الكلاس مالي صار جنريتك. تمام. على فكره انجل براكت حصلونه صوب الشيفت، صار قريب السبيس والشيفت. زين تشوفون علامته هاي بالانجليزي، بالعربي شو اسمه في بعضهم يحبون يعكسونه، بالعربي يكون فوق مكان الاري العادي. زين فاحط لي انجل براكت، بعدين شنو من مكان احط لي انتجر هني بحط لي اي. تمام. وهاي صار نوعيته اي. هني شوفوا الفكره، هني ما اقدر اخلي اي دايركت، هني بيعطيني ايرور. زين اعطاني ايرور يقول لي شنو اي، مو عارف شنو اي. زين قبل ما اشرح لكم شنو شلون احل هالمشكله، خلينا نعرف هل لازم احط اي. ممكن احط تي مثلا، يعني اقصد تايب، بعد ما في مشكله تي. زين او اي حرف يعني، مثلا خلينا نقول زد. خلينا نقول زد ما هذا اوكي. زين نفس الشيء، ولكن علشان نتعود ان نحط نشتغل بالستاندر بنحط اي، قصدنا بالالمنت او اعتقد قصدهم بالتايب المنت شيء كذي يعني. زين فخلنا نحط اي، لان مثل ما تشوفون اري ليست اذا رحنا حق الكلاس شنو حاطين، حاطين اي. زين فما حطوا لا تي ولا خربطوا الحروف، لان ليش نبي نحط شيء ثابت عشان الناس تعرف ان هاي element قاعد اغيرها. زين فحطينا اي. الحين عندنا هالمشكله. المشكله شنو؟ الاي هي عباره عن generic، يعني ممكن تكون integer string boolean اللي هو، ولكن هاي الحكي ما ينفع ويا الاري. ليش؟ لان الاري مفترض يكون سايز ماله محدد، يعني مثلا تقول له عطني 10
ادرس في الميموري، عطني 5 ادرس. اي ما 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 بيعرف. ومثل ما تعرفون الانتجر والدبل والسترينج وذلين كل واحد له سايز معين. زين مثلا انتجر 4 بت، دبل 8 بت. زين فهاي يختلف الميموري، فهني بصدق خربطه. بيقول اوكي هاي انت حاط لي اي بس انا شلون بحل هالمشكله. فعلشان نصلح الموضوع بنروح حق شيء كلاس ثاني اسمه اوبجكت، وهاي الكلاس باي ديفولت حق كل الكلاسات صار اكستند. زين سواء كتبته وما كتبته هو اوريدي ديفولت اكستند حق كلاس مالك. هاي الكلاس اوبجكت زين اوريدي ياخذ كل التايبس. لو تلاحظون هني ماخذ كل التايبس، اتوقع هاي كود الشسمه انه ماخذ كل السايز، انه شنو ماخذ جيت كلاس الظاهر. فما دام هو يحول لي الى التايب اللي ابغي، لان ليش انا ابغي التايب يتحول لحظي. زين ما ابي السايز يعني يكون شسمه يكون موجود من البدايه، بلا يتحول لحظي. فشنو بكتب بالمكان؟ اكتب نيو اي، بحط نيو اوبجكت زين وبحط السايز داخله اللي هو الكاباسيتي. اعطاني ايرور ليش؟ لان احتاج احول. شوفوا هني النوعيه شنو اي تمام. هني الاوبجكت زين ممكن يكون اي نوع، فما بينفع هالطريقه، فلازم يحدد لي بالضبط شنو اللي بحطه هنا. زين احنا النوعيه قلنا عنها اي صح. زين اذا حطينا اي بروحها بيعطينا ايرور. ليش؟ لانه هني مو اي بروحها، هاي اي اري. زين فلازم نحول الى الاري تمام. زين فكذي الاريم الكلاس مالي صار يتحول لكل الانواع. وعلشان اتاكد اقدر اتشيك زين بنفسي كي دبليو اي اري زين، وبخلي مثلا سترينج وني بسمي ليست equal new list equal تمام. ما اعطاني ايرور. خلينا نشوف هالكلاس ديمو، بنسوي له نفس الحركه نشوف شنو بيصير. بحط له هاي زين مثلا خلينا نقول له انتجر او زين سيدا اعطاني ايرور. لاحظوا سيدا اعطاني ايرور. ليش؟ The type demo do not have parameter. زين خلينا نسميه مثلا خلينا نكمل demo. زين اعطاني ايرور. ليش؟ لانه ما في هني generatic. لو احط هني generatic زين انجل بريسي واحط مثلا هني اي اكو انحلت المشكلة. لاحظتوا الفرق؟ ان هاي كذي بيكون جنرتك. فتاكدنا ان خلاص الكلاس مالي جنرتك، ولكن عشان نتاكد ازيد نحتاج شوي نضيف ميثودات علشان نتاكد ازيد ان الجنرتك اشتغل تمام. فخلنا نمسح الكود. ونرجع حق كلاس مالنا. سوينا الكونستراكتر الديفولت كونستراكتر وحطينا السايز ماله 10. زين خلى مرة ثانية نسوي الكونستراكتر ولكن with parameter. نكتب public kw ArrayList زين اعطاني ايرور لان هاي اوفرلودنج صادف، فلازم نحط هني بارامتر. فبنحط
integer خلينا نحط cap يا capacity كل واحد. إذن فخلينا نحط cap علشان شنو؟ ما أبي أقلل التشويش، ما أبي أستخدم this وكذي، فكل ماله بحاول أقلل التشويش يعني. فطبعا بيكون شنو السايز؟ بيكون زيرو. زين أول ما سويت لستة فأكيد السايز بيكون زيرو. الكاباسيتي بتساوي كاب اللي بنستلمه من برا. زين خلنا مرة ثانية نروح حق الديتا. الديتا قلنا نوعيته اي. زين فنوعية اي ما نقدر نخلي دايركت، فنحتاج اوبجكت. اوبجكت ليش؟ لانه ممكن يكون اي نوع من الديتا، ممكن يكون سترينج، ممكن يكون دبل، فمن كذي. فاذا كتبنا نيو اوبجكت او كابيتال وخلينا هنا كاباسيتي اعطاني ايرور. ليش اعطاني ايرور؟ لانه لازم في اللحظه اللي يستلم ديتا وبيحطها ف لازم الاري يتحول. يعني شوفوا هني الكود، يوم انا اخلي هني الكونستراكتر زين اخلي هني سترينج او ما اخلي شيء، هاي لازم يتحول لي دايركت هناك زين في الكود. مثلا هني خلى علشان الفكره توضح زين خلينا هني سترينج زين. فشنو صار هنا في الكونستراكتر؟ فدايركت هي وتحول شو اسمه دايركت هي وما تشوف هنا كود الكاستنج، هاي يسمونه كاستنج. فما بيتحول لي سترينج، فلازم اخلي له كود انه يحول لي بالضبط الشيء اللي موجود هني علشان الاري ياخذ السايز ماله اللي محدد له على حسب الاوبجكت. وساعات شنو ياخذ يعني البت الاندكس الواحد ياخذ ايش كثر سايز يحتاجه. هاي وايد مهم بالنسبه حق الاندكس ان ايش كثر سايز احتاجه. مثلا لو جمله طويله سترينج غير عن كلمه واحده فالسايز بيختلف. فهني لازم اسوي له كاستنج عشان يعرف هو شنو الداتا اللي بيخليها. وليش ما نقدر نخلي اي؟ لان اصلا النوع فوق هو نوع اري، فهاي بعد نفس الشغله لازم يكون اري نفس اللي فوق ونفس وين الاوبجكت كامل يتحول الى اري. نوعيته اري مو نوعيه اي عاديه. بعدين بنشوف اذا يوم نستخدم يعني اوبجكت عادي ما يكون اري ما بنخلي شو اسمه سكوير براكت. تمام انا رديت شرحته عشان اذا ما وصلت الفكره في اول مره توصل في المره الثانيه. زين الحين خلصنا من الاوبجكت. مثل ما نشوف اذا نرجع هنا نقدر هنا خليناه بدون سايز ونقدر نخلي له سايز، ما في مشكله اثنيناتهم اوكي شغالين. تمام خلينا نشيل الاكستنت من هنا اوبجكت. زين الحين خلينا نروح حق الميثودات السهله. عندنا مجموعه ميثودات سهله كلش. زين اسهل شيء ان ابي اعرف السايز اللي انا الحين السايز اللي موجود في الاري. بنقول له شنو؟ بنقول له public size نوعيته شنو؟ integer. بنقول له integer size. زين ما بنستلم شيء من برا. direct return size. تمام هاي نسبة حق السايز عرفناه. زين الشغلة الثانية سؤال الحين نطرحه على نفسنا، متى بعرف ان الاري فاضي؟ شنو لازم يكون فاضي عشان الاري يكون فاضي؟ الجواب اذا السايز صفر زين الاري معناته فاضي. زين فبنسوي ميثود زين وبيكون على صيغة سؤال. ليش؟ لأننا نبي نعرف هل الاري فاضي. زين فبالانجليزي بنقول له is empty كذي على صيغة سؤال. زين لو نلاحظ هنا في الليست اللي عطونا التوتوريال كتبوها بعد نفس الطريقة is empty check whether the list is empty or not. زين هني عندي
نوعين من الإجابة، يا empty يا مو empty، فيا true يا false. فبستخدم شنو؟ بستخدم boolean. فبقول له public boolean is empty، لأن نبيها على صيغة سؤال، ولأن الكلمتين last هاي بتصير capital الإي. زين مفترض شنو؟ نقدر نخلي F يشيك لي، ولكن أسرع شيء بيكون شنو؟ نخلي return زين size equal equal zero. ممكن هالكود يخربطكم، بس خلا أشرح لكم على يعني خلا أشرح لكم إياه شنو معنات return size equal equal zero. هاي بالضبط كني شنو قاعد أقول؟ كني قاعد أقول public علشان نشوف الشيء public integer total مثلا زين، أقول return 1 plus 1. تمام، هنا عندي معادلة زين، فمن مكان إنه أحط المعادلة فوق وأستخدم مكان في الميموري زين، ان مثلا اقول له اقول له مثلا انتجر add equal 1 plus 1 واخلي الاد هنا. انا شنو اختصرتها زين؟ فاختصرت ال 1 plus 1 داخل داخل الريتيرن، ما احتاج اخلي فيريبل، لان ليش؟ انا ابي بس شغلة واحدة محددة. فشنو قلت له 1 plus 1 إذا ان اجمع لي وسوي لي return ان اقدر اشوفها. هاي بالضبط نفس الشغلة. نسبة حق الانواع البوليان، يعني شوفوا هاي بوليان، اعطي condition. شلون بيعرف ان condition من ذلين؟ يساوي يساوي او اكبر من يساوي او اصغر من يساوي. يعني حتى لو مثلا حطيت كذي بعد اوكي إذا لا يساوي صفر بعد اوكي. هو عرف ان هاي كونديشن، ان هاي ممكن يكون ترو او فولت. ليش؟ من هال الرموز اللي خليت لهم، اللي يساوي لا يساوي اكبر من او اصغر من and يعني اذا مثلا الشرط، حتى اذا شرط طويل بعد عادي، ان في النهايه يا بيكون ترو يا بيكون فولت. وشنو اقول؟ اقول النتيجه اللي انت طلعتها زين، ان شنو؟ ان هالنتيجه اطبع لي اياها زين، عشان ما يصير لكم خربطه. فخلنا شوي نشرح الاف شوي ازيد زين. خلينا نعتبر الاف، نشوف الاف هو عباره عن شنو. الاف هو عباره عن فانكشن زين. فكره الاف مو في الكونديشن، الفكره الاف مو في الكونديشن، الكونديشن بس مجرد يشيك لي شلون اكسبرس اكسبتد زين. هني لازم شو اسمه احط اكسبرشن اللي هو الكونديشن. مثلا خلنا نقول size اكبر من صفر، هاي condition. اذا هالcondition بيعطيني يا true يا false. زين الفكرة مو هني في حق الاف. الاف شنو؟ اذا هالcondition صح يسوي لي الشيء اللي هني، مثلا system.out size is not zero. تمام. بعدين ال else شنو؟ ال else بيكون كأنه تابع حق ال f. ففي حال ال f ما صار بيشتغل ال else. تمام. يعني الفكرة ال f مو في الكونديشن، الكونديشن بس مجرد يقول لي ان هالشي صار ولا ما صار. تمام. فاذا خليت الكونديشن بروحها هني زين بدون الاف فاوكي، ان انا بس ابي اعرف ان هاي ترو ولا فولس، بس هاي الهدف زين. وبعدين ابيه يرجع لي ان اشوف هل هو ترو ولا فولس زين. خلينا نشيك الميثود. مثلا هني سوينا الليست مالتنا زين سيستم دوت اوت، هاي لنا انواع ريتين فاحتاج اخليهم في سيستم دوت اوت. نقول له ليست دوت سايز زين اول ميثود، ثاني ميثود system dot out list dot is empty.
مفترض يعطيني صفر ويعطيني وهنا يعطيني شنو فولز بس فولز سوري ترو انا ليش ان امتي تمام زيرو وترو يعني شغلنا صح زين الحين عرفنا از امتي خلينا نشيك ميثود وبنحتاجه بعدين از امتي نحتاجه حق الريموف لان في حال ان امتي بعد ما يحتاج نسوي له ريموف تمام ف خلنا ما دام احنا احتاجنا از امتي حق الريموف خلينا نحط ميثود ثاني نحتاجه حق الفول حق الاب اذا كان فول فنحتاج نكبر الاري صح فشلون بنسوي الفول نقول له public بنفس طريقة الاري بعد بنسأله على صيغة السؤال is full كذي إذا بنحط له بولين لأن الإجابة ممكن تكون إي أو لا بنقول له is full وما بنستلم شيء في القوس زين عشان نخليهم كلهم في سطر واحد لأن هاي ميثودات صغار بنقول له return مفترض مثل عرف full إذا في حالة واحدة بس بصير full في حالة إن ال إن السايز ساوى الكاباسيتي زين إنه صار بيصير هني فول أصلا أنا السايز حاطه عشان أعرف صار فول نص الإيري موجود وكذي يعني زين فهني بيقول له سايز إيكوال إيكوال أو سوري إيكوال إيكوال كاباسيتي تمام فخلنا نشوف هل الحين الميثود مالنا is full فبنشوف عطاني false زين الميثود مالي مو full فالحين اعتقد احنا بارزين نروح حق الاد ان شلون نضيف زين هو عندي اد نوعين مثل ما شفنا من ساعه اد دايركت يحط اخر الاري زين واد ثاني اقدر احط في اي مكان